ولقد أهلكنا in
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها سبحان الله ما شاء
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في صوتك ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في صوتك ما شاء الله ما شاء الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
بصیر پوری بسم اللہ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك سن
محمد قرآن شان قرآن فیضان حضور خلیفہ فقیہ اعظم إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف نعرہ رسالہ فیضان حضور شیخ القرآن حافظ بصیر پوری اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره
صدق الله.